ذكرت مصادر لصحيفة سب أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا في حادث وقع على طريق الطائف الرياض السريع أسفر عن وفاة زوجة في ظروف غامضة، كما توفي زوجها تحت عجلات شاحنة على الطريق. ووفقا لذات المصدر فقد شاهد المسافرين سيارة تشتعل فيها النيران بجانب الطريق، وفور توقفهم لاحظوا امرأة تجلس في المقعد الأمامي، وبعد إخراجها اتضح أنها متوفاة. بعد ذلك عمد زوجها لإلقاء نفسه تحت عجلات شاحنة على الطريق ليصاب بإصابات بليغة، وتم إسعافه للمستشفى ولكنه فارق الحياة.